يسعد أيامكم بالخير والعافية، وسفرة رمضان ما تخلى من الشوربة. راح نعمل مع بعضنا اليوم شوربة عدس باللحم على الطريقة الهندية. ومتابعين الجدد، يسعدني تفعيلكم للجرس نوصلكم كل الجديد. Dear viewers, welcome to your channel. Today we are making together Indian mutton lentil soup. Really, I'm happy with your likes and subscribe. عندي لحمة مقطعة بأي قطع انتو تفضلوها، راح اخليها تنسلك بالماء. Cut meat into pieces as you like and boil them till done. كوبين من العدس مغسولين، 2 cups of fresh orange lentil، حبتين بطاطا صغيرة او حبة وسط، 2 pieces of small potato or 1 medium، حبة بصل متوسطة 1 medium onion. أفرم البصل والطماطم بشكل ناعم، dice onion and tomato into small pieces. أخلي المقادير كلها مع بعض وأخلي عليها ماء كافي وأسكر عليه صفرة الضغط 20 دقيقة. Add all the ingredients together, add enough water. Close the pressure cooker and cook for 20 minutes. بعد ما نضجت اللحمة عندي راح ارفعها وانزلها على السوب واخليها تاخذ غلوة معاها 5 إلى 7 دقائق. After the meat is done, add on soup. Then keep it to 5 or 7 minutes to simmer. الخطوة الثالثة الطشة، راح احتاج فيها الى ملعقة كبيرة من الخردل، ورق كاري مجفف، ملعقة كبيرة من الفلفل الاحمر، ملعقة كبيرة من الكمون، ملعقة كبيرة من الكاري، ملعقة كبيرة من الكزبرة، وفلفل حار. راح اشوح كل الخلطة بالزبدة وبعد كده انزلها على الشوربة. مثل ما هو واضح عندنا بالفيديو. For spicing the soup, we need 1 spoon of mustard, dry curry leaves, 1 spoon of red pepper, 1 spoon of cumin, 1 spoon of curry, 1 spoon of coriander, green chili. Saute in the butter, then add on the soup as you see in the video. Now our dish is ready. Enjoy it. وبكده طبقنا جاهز، وصحة وعافية.